ميسي الجديد وخليفة رونالدو. أجرت صحيفة دار سبورت البولندية دراسة مفصلة باستخدام محركات بحث جوجل بين عامي 2010 و 2020، أي بعد عام على فوز ميسي بأول كرة ذهبية في مسيرته، وعامين على فوز رونالدو بالجائزة ذاتها على كلمتين فقط، هما ميسي الجديد ورونالدو الجديد. بعد تحليل أكثر من 1600 مقال، أشارت النتائج إلى أن الأرجنتيني باولو ديبالا هو أكثر من قيل عنه ميسي الجديد 38 مرة. وبدأ انتشار اللقب في 2014 بعد عامين من دفاعه عن ألوان بالاريمو الإيطالي، يليه بويان كريكيتش 32 مرة، الذي يلعب الآن في صفوف في سير كوبي الياباني. أما عن رونالدو الجديد فقد وصف جواو فيليكس به في 24 مرة سابقة، يليه مونفيلس ديباي وناني متساويين ب 19 مرة لكل منهما. ولما تكن تلك الألقاب مسلطة على لاعبين يشبهون النجمين سواء في الشكل أو المهارات أو طريقة المراوغة فقط، فعلى سبيل المثال أطلق على البلجيكي عدنان يانوزاي الذي يلعب حاليا في ريال سوسيداد خليفة رونالدو 10 مرات. وعلى الجانب الآخر نال الباراغواياني خوان مانويل إيتوريبي لاعب روما السابق ونادي أريس اليوناني الحالي لقب خليفة ميسي في 12 مناسبة. ويعد نيمار هو أشهر من شبهه بميسي ب 13 مرة، بينما قالت الصحافة عن مبابي أنه يسير على خطى رونالدو في 15 مقالا. وكشفت الدراسة أن لاعبي أندية برشلونة وريال مدريد ومانشستر يونايتد فضلا عن المنتخب الأرجنتيني هم أكثر من وصفوا بأسماء النجمين، وأن اللاعبين الأوروبيين هم أكثر من قورنوا بميسي ورونالدو بنسبة 51.3%، يليهم لاعبي أمريكا الجنوبية بنسبة 23.4%، ثم الأسيويين والأفارقة ب 8.7 و 8.3% على الترتيب.